تواصل قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بالتحالف الدولي معركة تحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش الإرهابي. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه العائلات العودة لقرية الهيشة بريف الرقة الشمالية بعد أن تمكنت القوات من تحريرها من داعش. نتابع. إلى قرية الهيشة شمال مدينة الرقة يعود هؤلاء الأهالي من جديد بعد أن تحررت ديارهم من قبضة تنظيم داعش المتطرف. فقبل أيام غادروا بيوتهم بعد أن اشتعلت نار الحرب بين عناصر التنظيم الإرهابي وقوات سوريا الديمقراطية وفصائل كردية تريد طرد التنظيم خارج القرية. وعقب نجاح المهمة عاد الأهالي لممارسة حياتهم الطبيعية. راجعين على قرانا وعلى غريبنا وعلى بيوتنا والحمد لله رب العالمين. تحررنا وفرحانين ومبسوطين برجعتنا على بيتنا. بنرجع على بيوتنا وخلصنا من داعش ومن أرهاب داعش. مبسوطين وخلصنا من أفكارهم والحمد لله دحشنون جونا مبسوطين ومكيفين بكل خير ورجعنا على بيوتنا. وضعنا تمام، رجعنا سالمين على بيوتنا وكل شيء تمام بيوتنا، كل شيء لقينا على وضعه وبيوتنا آمنة يعني الفرحة ما يعني فرحان كثيرة، فرحة ما تقدر الثمن. قرروا العودة بعد أن اطمأنوا أن التنظيم بات خارج قريتهم، حتى أن آثار حربه أزيلت بالكامل من على أراضيهم. قرية الهيشة واحدة من عشرات القرى التي تحاول قوات سوريا الديمقراطية التقدم ناحيتها والسيطرة عليها في محاولة لعزل مدينة الرقة تمهيدا للسيطرة عليها واستعادتها من قبضة التنظيم. قرية الهيشة من القرى الكبيرة المحيطة بمدينة الأبيض قريبة منها. المدينة تم إجلاء سكان المدنيين منها نتيجة أعمال حربية قبل 4 أيام، وبعد التحرير مباشرة تم السماح للأهالي وبناء على طلبهم بالعودة إلى القرية بعد أن تمت اتخاذ التدابير اللازمة من حمايتهم أولا وأيضا من تنظيف المدينة من الألغام التي زرعتها داعش قبل خروجها وطردها من القرية. الآن بدأت عملية عودة الأهالي، وكما ترى الفرحة ظاهرة على شفاه الأطفال والكبار. اشتباكات عنيفة ومستمرة بين الجانبين رافقها قصف مكثف لطائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قصف جوي دمر جسرا حيويا يربط بين قريتي تل السمن وبعاص في ريف الرقة الشمالي، إذ أن تدميره يزيد من صعوبة مسلح تنظيم داعش في التنقل بسلاسة في تلك المنطقة الحيوية. ومنذ 6 نوفمبر الجاري أطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية حملت اسم غضب الفرات تهدف إلى استعادة مدينة الرقة من قبضة التنظيم الإرهابي. رد معتمد، النهار اليوم. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضرورة توحيد الجهود في